سفاجة اللي لما نزلوا جم من السعودية بعربياتهم معاهم أسرهم وأطفالهم ورجال كبار في السن وشباب، ونزلوا من السيارات. الحقيقة إدارة الجمارك هناك في الميناء قالت لهم أو يعني فاجئتهم بأنه العربيات دي هيتم حجزها، لأنه في مشكلة بين الجمارك وبين شركات التريبتك. هنعمل طيب في هناخد دنيا شباب بالاستاذ وائل. طيب استاذ وائل عبد الوهاب المتصل الكريم اللي بعت لنا احد اللي بعتوا لنا القصه في صباح دريم الاستغاثه واتصلنا بيه امبارح على الهواء، تعالوا ناخده الثاني على الهواء نشوف كده من امبارح للنهارده في حد سمعنا ولا. يا استاذ وائل صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير استاذ منى. في اي جديد يا فندم؟ لا والله احنا لحضرتك دلوقتي جينا عند السيارات مفترشين اكثر من 70 سياره ومعايا الناس موجوده اهوت على الرصيف. تمام. كلمنا الاستعلامات في وزاره الجمارك، قالوا لازم انتوا تروحوا بنفسكم للجمارك نفسها في القاهره وتجيبوا استثناء. طب احنا في السفاجه هنروح القاهره ازاي؟ واخد بال حضرتك؟ واللي معاه اسرته واللي معاه زوجته واولاده هيسيبهم فين؟ العيال مرميين بره والله، بره المينا والله قسما بالله. ومعايا الناس اللي عاوز تكلمهم حضرتك. طب انا عندي سؤال صغير بس لاداره الجمارك، هو مش ممكن طيب في الحالات الطارئه الانسانيه دي، حالات الطارئه الانسانيه يعني العاملين مع بعض، مش ممكن افكر خارج الصندوق وابعت انا مندوب او مسؤول مهم رفيع المستوى من الجمارك هو اللي يطلع سفاجه بالعربيه المكيفه يقف مع الناس دي بالورق معاه ويخلص الاجراءات؟ ايوه بالظبط. وقالوا لنا تاني حل من امبارح الحقيقه يا استاذ وائل، من امبارح بنكلم رئيس مصلحه الجمارك والله العظيم ما بيرد علينا. امبارح كلمناه، كلمناه على الهوا، كلمناه تاني بعد الهوا، كلمناه دلوقتي من شويه برضو ما فيش رد خالص. طب ده ينفع يعني؟ طب فين المسؤولين؟ فين الحكومة طيب؟ وفين الناس؟ فين رئيس الوزراء؟ فين الرئاسة؟ أنا مش فاهم يعني، مش فاهم يعني. قالوا لنا اعملوا تريبتك داخلي هيكلفنا 120,000 جنيه، عشان إيه يعني؟ أرجع السعر أحسن السعودية. والأسر اللي نايمة بره على الرصيف والناس اللي هنا دي. يا فندم هو المسؤول اللي اسمه مجدي عبد العزيز اللي عمل القرار ده. هو في حد معايا دلوقتي غير الأستاذ وائل؟ مين معايا؟ واحد من المجموعه اللي موجودين. طب يا فندم اهلا بيك، طب اتعرف بس عليك يا فندم، اسمك الكريم؟ انا عبد الفتاح صيدلي. اتفضل. صيدلي؟ نعم. من يوم الخميس العربيات واقفه عشان قرار طلع من مجدي عبد العزيز ممنوع التريبتك بتاع الخليج يخش المملكه، لو كان كده ما كانوش شحنونا من السعوديه اصلا، كانوا وقفونا في السعوديه ما جابوناش. ما هي دي الفكره، ما فيش تنسيق حصل ليه والقرار ده اتبعت من اداره الجمارك للتريبتك لهناك للسعوديه قبل ما العربيات تطلع. ليه ما بننسقش؟ ليه مش عارفين انه الانسان ده لازم نحترمه، لازم نتعامل معاه احنا عايزين نتعامل في بلدنا افضل من كده، عشان احنا نحب بلدنا، ما نبقاش بتبقاش البلد بتكرف الشباب في البلد وبنطلع براها. بشكرك جزيل الشكر يا فندم، واحنا هنتابع معاكم في صباح دريم وهنتصل تاني برئيس مصلحه الجمارك لعل وعسى يرد علينا المره دي، وهنحاول وبكره ان شاء الله هنكلمكم تاني على الهواء كل يوم باذن الله معاكم لغايه ما نشوف القصه ايه. كل يوم معاكم لغايه ما نشوف القصه ايه. بشكرك يا فندم، قلوبنا معاكم. يعني حقيقي بصوا فرق شاسع شاسع بين تامين صحي يسمع استغاثه مريضه نكلمه على الهوا يبعت حد ينزل يروح يعمل يتصرف، وبين ناس هتقولوا لي عشان ده حياه طفل. ما هو ماشي ده حياه طفل ودي حياه بني ادمين، دول بقى لهم النهارده ايه؟ قالوا لنا من الخميس، خميس جمعه سبت حد النهارده الاثنين، خمس ايام في ناس مرميه على الرصيف مش لاقي حمام تدخله. خمس ايام مصريين يا جماعه، دول مواطنين مصريين مرميين على الرصيف في سفاجه في المينا عشان الجمارك ما نسقتش ومحدش قال لهم ومحدش بلغ، والعربيه طلعنا العربيات من السعوديه ليه؟ طب اصلا ما كان القرار يطلع من قبلها، ليه مش عارفين يعني نعالج؟ ليه مش عارفين ناخد قرار صح ونطبق ونعمل اليه صح؟ لازم يا عندنا مشكله في القرار نفسه ونرجع نلغيه بعد كده، يا في الاليه اللي بيطبق بيها القرار، يا في طريقة الإعلان عن القرار. ويعني السادة في مصلحة الجمارك حرام والله، والله تاني مرة نقول لكم على الهوا كده حرام. طيب احنا عندنا